السلام عليكم مرة أخرى. يعني هذه صدمة أو هجوم خطير على فوضى الابتسامة. أظن باللي اليوم الديكتاتورية راهي تتموقع وتهاجم ثورة الابتسامة، ثورة الشعب. يعني كل هذه المناورات، كل هذه التصعيدات، كل هذه يعني الأعمال القمعية اللي تقام ضد يعني أحرار هذا الوطن من ناشطين سياسيين، من مجاهدين، هي داخلة يعني في يعني نقدر نقول لاديان تاع هذا السلطة القائمة اللي خذات يعني زمام السلطة منذ 68 بالقوة، وناورت كل هذه السنوات وخونت كل الشعب الجزائري. هم عارفين بأنه الشعب الجزائري لا يريد هذا يعني رموز هذا النظام، ويعني والنظام يعني يجاوب ويعني ويضع في السجن رموز الثورة. نظن باللي هذا التصعيد الخطير يبرهن على عبثية و يعني إشكال كبير داخل منظومة النظام اللي راهي في مأزق كامل، ما دام يعني تاريخ تعجويلية نهاية يعني الحالة الدستورية اللي يقولوا عليها، حتى ولو احنا نعرفوا باللي خارجين تماما من احكام الدستور منذ سقوط نظام بوتفليقة ومنذ يعني سقوط انتخابات 18 ابريل، لكن هذا التاريخ اصبح لهم مأزق وراهم يناوروا يحاولوا كيف يخرجوا منه بهذه المراوغات والمناورات. فيما يخص يعني المجاهد والديمقراطي اللي كان لي الشرف اني تعلمت من عنده يعني يعني الرائد الاخضر بورقعام، يعني تعلمت امور بزاف من عنده. نظن باللي ما وصار لهم حتى يعني ندوا به ونستنكروا من مثل هذه المعاملات، بين بانه هذا النظام القائم يتعمد تخوين كل شرفاء هذه البلاد ويعمل كل شيء باش يشوه صورة يعني المجاهدين الأحرار يعني عند الشعب الجزائري. هذه دارها هذا النظام القائم، دارها على أيد أحمد في الستينات وخونوه وقالوا أيد أحمد خائن، وقالوها على عبد الحميد مهري، قالوها على يعني مجاهدين أسفاء ومجاهدين يخلدهم التاريخ أكثر من يعني التخوين. يبرهن هذا راهم في عبثية. نظن باللي راهم في أيام أخيرة ومتاعهم وراهم في صدمة وما عندهم حتى حل بس يوجهوا به السلمية والخطر. أستاذ مقاول الخضار، هذا الحراك الشعبي ومتاع صوت الابتسامة. أستاذ مقاول، أنت تكلمت ربما على طريقة تشويه المعارضين، تكلمت على أحمد حسين رحمه الله، بصح ربما واحد آخر يقول لك حتى شبه المقارنة ما فيش، لأن حتى الأخضر بورقعة أربيط الخسارة هو اعتقل في وقت بومديان، اعتقل في وقت شادلي، اعتقل في وقت بصح العمر هم شوه التاريخ تاعو، ما كاش واحد حتى بومديان ما كاش أن بورقعة ما كاش مجاهد، يعني ربما خونوا ولا ربما اتهموا في الوقت هذاك، بصح باش يروح حتى التاريخ ضد الاستعمار يقول لك هذا مش مجاهد، يعني ربما ما صارش حتى في التاريخ. بصح شفنا التلفزيون الجزائري اللي عدة مرات استضافت يعني حتى نشوفوا التلفزيون الجزائري الرسمي والتلفزيونات الخاصة استضافتها الأخضر بورقعة عدة مرات كرائد في الثورة. الآن يقول أنه لا غلطنا، ما هوش مجاهد، ما كان مع الجيش الفرنسي. كيف تفسر هذا التخلاط إذا كان صح تعبير؟ هذا واش حبيت نقول من اول كلامي، انه النظام هذا متعود انه يشوه ويعمل على تخوين الاخر، خاصة لما يكون معارض يعني للسلطة القائمة. واليوم يعني ما يلزمش
نخلعوا انه التلفزه بين قوسين الوطنيه اللي راهي كما كانت ملك بوتفليقه اليوم راهي ملك سلطه الامر الواقع، ونظن باللي هي تلفزه البروباغندا وماهيش تلفزه عموميه اللي تعلم يعني الجزائريين على الاحداث اللي صرا في البلاد. نظن باللي يعني اذا كانت في حاجه يعني حقيره اللي راهم يقوموا بها وهي انهم راهم يعملوا بهذه المناورات على حس قداسيه الثوره الجزائريه. اي سون طون طران دو فير تو بور ديساكراليزي لا ريفوليسيون الجيريان او زيو دي بيبل الجيريان، وخاصه الجيل الجديد اللي ما عادش الثوره يعني راهم ينحيوا قدسيه يعني وكانه حابين يقولوا للشعب الجزائري انه الثوره الجزائريه ما داروهاش ثوريين، وكانه حابين ينحيوا حتى يعني يعني الدور اللي قاموا به امثال بورقعه وايد احمد ومهري وعبان رمضان وبومبو العيد وجميل ابو حيرد وكل المناضلين المناضل المجاهدين المجاهدات اللي كان عندهم دور قوي باش لحقنا الاستقلال، حابين يوريو يعني نحيو يعني ديساكراليزي يعني حتى اليوم راهم يمسوا في التاريخ الجزائري يعني. وهذا الجيل الجديد راح يعني حبوا يخلطوا له يعني حتى المعلومات نتاعو حتى، لكن هذه نظن باللي ما يقدروش يلحقوا لها اليوم. الشباب الجزائري والشعب الجزائري راه متنور راه متفتح راه شاف وصار في العالم، حتى التاريخ بلاده راه عارفه ما دام حتى واحد ما يقدر يخبيها عليه. وما نقدروش بهذا المناورات نقول لك حتى التلفزه الوطنيه ولا الشعب الجزائري ما يشاهدوهاش. نظن باللي اذا كان فيه قراءه يقدر يخبيها عليه وما نقدروش بهذا المناورات نقول لك حتى التلفزه الوطنيه ولا الشعب الجزائري ما يشاهدوهاش. نظن باللي اذا كان فيه قراءة لما يحدث في الساحة العمومية وفي الساحة السياسية اليوم من هذه المعاملات القمعية، تظن باللي انظن باللي سلطة ضعيفة تستعمل القمع من اجل التسليط يعني التسلط على شعبها ومن اجل يعني حتى دير ورقة طريقها بالتعسف البان بوزي سافي ديروت اون بيبل الجيريان، وهذه ما يقدروا لهاش. انظر باللي في كل جمعة البان بوزي سافي ديروت اون بيبل الجيريان، وهذه ما يقدروا لهاش. انظر باللي في كل جمعة ورايحين الجمعة العشرين إن شاء الله الشعب الجزائري بكل أطيافه برهن مرة أخرى على ثباته وعلى إصراره. انظر باللي هل المعاملات راهم يزيدوا في شحنة الشعب الجزائري كي نقول شحنة إيجابية، راهم يزيدوا في الإصرار تاعو، راهم يقووا في الإيمان تاعو بأنه جاي حان الوقت باش يكون فيه تغيير شامل وجذري للمنظومة القائمة جاي على شؤون البلاد، وأنه الانتصار قريب إن شاء الله. جيد، شيء مقرر أختار من فضلك.